زينة الاسم في البطاقة ايه؟ وسام. زينة طولك كام سنتي؟ 168.5. انت ما بتعرفيش تعملي شوبينج؟ انا؟ ايوه. يا ريت، ما بعرفش اعمل غيره. اونلاين؟ اونلاين لا ما بعرفش. ايه المواقف اللي حصلت لك قبل كده بسبب الشوبينج اونلاين؟ يعني بضيع وقت كتير قوي ان انا بقعد اختار حاجات وفي الاخر ما بعرفش اشتريها، ما اعرفش بيشتروها ازاي. زينة بتطبخي حلو؟ قوي. زينة اولادك بيتفرجوا على عايده؟ يا كسوفي. ايه الحاجه اللي زينة بتصرف عليها فلوسها دايما؟ الشوبينج. في ممثل اجمد منك؟ راجل لا مفيش، ست ممكن. زينة ممكن تقولي نكته؟ طلع ورقه النكت. زينة ممكن تقولي نكته؟ يا عم مش هقول لك نكته. مش خاطر؟ لا خاطرك وانا اعرفك منين عشان تقول مالكش خاطر عندي. والنبي يا زينة. يا حبيبي مش هقول لك نكته، هو بالعافيه. يلا زينة بقى، انت رخم قوي. استنى. يلا زينة. واحد راح يجيب جبنه رومي، فالراجل قال له ما عنديش وعدكم. حلوه. بتعرف تقلدي مين؟ بعرف اقلد اي حد، بس مش اقلد لك حد. يلا بقى عشان خاطري. اقلد لك مين؟ مش عارف. لازم اقول لك عشان خاطري يعني؟ طب قول اقلد لك مين؟ ما اعرفش. قلدي محمد رمضان. ده سهل قوي. طب يلا. زينة ايه الحاجة الغريبة اللي بتعمليها في الكرفان بتاعك دايما؟ بمسحه. بمسح الكرفان؟ وبنضف جزم الناس من تحت. يعني لو حد طلع بجزمة اقول له اديني الجزمة. اديني الجزمة الأول وخدها نضفها من تحت واحط لها ديتول كده وارش عليه حاجات وبعدين يدخل والبسها كيس بعد كده. مين اللي ممكن يضحك على زينة؟ أي عيل صغير. زينة ممكن تقولي نكتة؟ ده انت رخم جدا، قلت لك النكتة اللي عندي. انت اللي عايزة تقولي نكتة ولا عايزة تغني؟ أغني؟ انت ما قلتيش غني. انت قلت لي غني كنت غنيت، بس انت ضيعت فرصتك خلاص. احمد ممكن المايك؟ زينة ممكن تغني؟ لا يا عم لا. هو انا كل حاجة لازم اتحايل عليك عشان تعمليها؟ طبعا عشان خاطري. بقول لك ما اعرفكش، مالكش خاطر عادي. زينة اتصرفي. والله مش هغني. يلا. طب اسألك سؤال جديد. اسأل. زينة ممكن تغني؟ يخرب بيت سماكتك يا اخي. ترخم قوي. غني لي حاجة لأحمد سعد. كمان؟ ايوه. يا عم انا صوتي وحش جدا. طب غني وانا هتفرج. اتفرج على ايه؟ على فرجة. يلا يا زينة عشان خاطري. يا حبيبي لا. زينة مش هقفل الفيديو لما تغني. جرأة دي. طب زغرتي. الله انت جايب ايه يا عم؟ انت عندك فرح عايز اغني وارقص وزغرط وقول نكت. طب والنبي عايز اسمع زغرطه. انت جايب نمره. عشان بنعمل مسابقه احسن زغرطه في رمضان. بجد؟ والله. والله. طب خلي حد غيري يزغرط وانا كله زغرط. خلاص انا هسلم الجايزه. يلا اخلص. طب غني لي حاجه لإساف. والله العظيم مش هغني، صوتي وحش. خلص بقى خلص عشان اتخنقت. طب طلعي وسام اللي جواكي وغني. يا عم احنا في رمضان يا عم، ما تدينيش اكتر من كده. زينة. نعم. فيزا ولا كاش؟ كاش. سنجاري ولا زيت وليمون؟ زيت وليمون. ورق عنب ولا كرومب؟ لا ورق عنب. ساحل ولا جونه؟ ساحل. خروج ولا بيت؟ بيت. سينما ولا مسرح؟ سينما. قصه ولا مناظر؟ قصه. مش مناظر يعني؟ لا. عادل امام ولا عادل اديب؟ ايه اللي جاب مخرج الاستاذ عادل امام؟ ليلى علوي ولا ليلى رستم؟ ليلى علوي. استنوا استنوا، انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا في حاجه من ورا الكلام ده؟ بقول لك لا والله. تمام. هجيبك لو رحت فين. ما انت مش عايزه تغني ف لا 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 والله هجيبك لو رحت فين. طب شريف منير ولا شريف نجم؟ شريف منطقه. موقف محرج حصل لك في الشارع مع معجبين؟ مش هقول لك لان مش مديك الامان، وحاسه ان الحاجات دي هيتحط عليها حاجات تانية غير الاسئله. ما انت لو كنت غنيتي من الاول. احنا بنات ها، تعالى لي سكه ودغري. طب غني لي حاجه وانا هبقى والله ما مغنيه لك. ايه رايك بقى؟ عندك على فكرة أنا موافق نبقى أصحاب لو غنيتي لي حاجة. ومين قال لك إن أنا عايزة؟ حسام حسن ولا إبراهيم حسن؟ حسن شحاتة. يعني أنت مش هتغني ولا هتزغرطي؟ لا ولا هغني ولا هزغرط. طب يلا بقى نتسحر. يلا. يلا. يا ساتر. اتفضلي. دي أتقل حاجة ولا دي أخف حاجة في البرنامج عشان أمشي؟ والله كان المفروض تغني يا زينة بصراحة. يا عم اقعد. لو هتغني ارجعي. يا عم اقعد يا عم. زينة ارجعي.